ما من شك بأن العناية بالقدس وأهميتها للمسلمين مسألة مهمة جدا، ولا بد لنا من أن نعلم أن لها ارتباط قوي ووثيق بمسألتنا الشرعية الدينية. لماذا؟ لأن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قد أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به من هناك، وكان المسلمون في بداية العهد يتوجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس، وبيت المقدس هو البيت الذي عمر ليذكر فيه اسم الله بعد الكعبة المشرفة بأربعين سنة. فأول بيت ذكر فيه ربنا عز وجل، أول بيت وضع للناس كان الكعبة المشرفة، ثم بني بعد أربعين سنة بيت المقدس. إذن فالمسألة هي مسألة دين ومسألة اعتقاد، بقيت حية في ضمير الأمة وفي ذاكرتها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. المملكة العربية السعودية لها دور عظيم في هذا الباب، بدأ من عام 48 يا أخي، لا زالت قوائم الشهداء الذين استشهدوا على أرض فلسطين من المملكة العربية السعودية إلى اليوم. ومن فضل الله تعالى المملكة العربية السعودية تهتم بي. أنا أتحدث عن الجانب الشرعي في هذا الجانب، وأقول لك بأن ما من مسلم فوق الأرض على الإطلاق إلا وهو يعتقد أن قضية القدس قضية لها ارتباط بدينه وعقيدته، ولن يتنازل عنها ولن يسوى عنها، وستبقى حية في مشاعره.